وزير الدولة سابقا الأستاذ المحترم طرح إشكالا، وهو في الحقيقة إشكال موضوعي ويتعين علينا أن نطرحه وأن نستشكله، وهو أن الاستقلال المؤسساتي يعني تم تفعيله وهو قائم الآن، ولكن هل القضاة يمارسون هذه الاستقلالية أم لا؟ في اعتقادي هذا السؤال، في اعتقادي هذا السؤال سيتعذر علينا جميعا، وسيتعذر كذلك حتى على المؤسسات القضائية المركزية بما فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يجيب عنه، لأن هذا السؤال هو تقريبا أو جواب عن هذا السؤال هو من باب المحال، لأن مسألة الاستقلالية أو ممارسة الاستقلالية على أرض الواقع هي مسألة مرتبطة أو تتعلق بالقاضي في علاقته بالملف الذي يبت فيه. هل هذا القاضي كان مستقلا في ضميره أم لم يكن مستقلا؟ ولكن أعتقد من وجهة نظري أو من وجهة نظر الجمعية التي أتولى رئاستها أن هذا الإشكال ربما كان بالإمكان أن نصيغه بصياغة أخرى حتى يعني نقترب من الجواب، وهو هل هذه القوانين التنظيمية المعمول بها حاليا تؤمن وتحصن استقلالية القاضي؟ صحيح نقر ونؤكد بأن هذه القوانين صدرت بجودة عالية، يعني قوانين كانت جيدة جدا، تضمنت مقتضيات تحصن استقلالية القضاء من الناحية المؤسساتية، نقر بذلك، ولكن كان فيها بعض النواقص التي رصدناها في وقتها سواء في مرحلة إعداد هذه القوانين أو أثناء تفعيلها. فمثلا نظام التنقيط كان نادي قضاة المغرب دائما ينتقد هذا النظام لأنه يعتبره مدخلا من مداخل التأثير على القضاة. لا نجزم أنه سيستعمل وسيلة للتأثير عليهم لأن ذلك يختلف من مسؤول إلى آخر. إذا مسألة التنقيط جمعية نادي قضاة المغرب رصدت يعني خلال أطوار من الممارسة القضائية أن هناك قضاة نقطوا تنقيطا غير موضوعي بسبب تشبتهم باستقلاليتهم، ومعنا بعض الإخوان في هذا الأعالي هم من ضحايا التنقيط، ويترتب عن ذلك أن القاضي يحرم من ترقيته إما لمدة 6 أشهر وإما لسنة وإما لسنتين. إذن كيف لهذا القاضي أن يكون تحت وطأة سلاح التنقيط أن يمارس استقلاليته بالشكل الذي يعني ربما نطالبه به؟ هذا لا يعني أننا نبرر يعني عدم تشبت القضاة باستقلاليتهم، ولكن القضاة في نهاية المطاف هم بشر ويختلفون مع بعضهم البعض أو بين بعضهم البعض. هناك من يتشبت باستقلاليته ولو كلفته العزل، وهناك من لن يستطيع، وهناك من يتشبت باستقلاليته بنسبة مئوية يعني إما متوسطة وإما إذن السؤال المطروح الآن هو هل هذه القوانين تؤمن، أنا لم أستعمل عبارة الضمانة وإنما التأمين، هل تؤمن استقلالية القاضي؟